طيب احنا عندنا اسئله كتير جابها لنا عز من خلال استنتاج اهم حاجات الناس بتتكلم فيها وبتسال فيها خلال الفتره ديت. فاحنا قدامنا دلوقتي اختيار من الاختيارين، اما ان احنا نعمل مزيج ما بين الاسئله ديت والاجابات عليها بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده، او ان احنا نتكلم في التحليل، او ان احنا نمزج الاثنين ببعض. نمزج الاثنين ببعض. فاحنا يا ريت حضراتكم برضو تشاركونا في الموضوع، ابعتوا لنا على الهاشتاج بتاع الجمهور الثالثه، قولوا لنا انتوا حابين ايه اكتر حاجه عايزين الحلقه تروح في الاتجاه اللي انتوا شايفينه من وجهه نظركم يعني. طيب ناخد جانب من التحليل الفني لحد ما الناس ما ترد علينا وتقول لنا هم نفسهم في الاجابات على الاسئله ولا لا. اتفضل يا تامر. طيب نخش على الحلقات. قبل ما ادخل على الحالات يا هيما، مش قبل بقى حالات بقى. لا انا اقول لك يعني مقدمه للحالات. مباراه الاهلي وريال مدريد في كاس العالم للانديه، من بعديها مباراه الاهلي وفلامينجو لغايه حاله الطرد، ومن بعديها مباراه الهلال السوداني، بعديها مباراه اسوان بستثنيها طبعا لان اكيد هقول لك ليه. بعديها الاهلي لعب محليا مثلا مع الداخليه، بعديها الاهلي لعب مع سان داونز هنا، وعاوز اقف كمان مع مباراه سان داونز هنا، ثم مباراه سان داونز اللي هي الاخيره المذله 5-2. ليه ذكرت الماتشات دي يا هيما؟ لان الماتشات دي اكدت وبينت واكدت تاني ان الراجل ده في الماتشات الكبيره مش هيلعب جيم مقفول خلاص، ثبتت اكيد خلاص. لان مباراه سان داونز هنا سان داونز بيلعب عليك كوره اخطر، انتشاره افضل، مصمم انه يلعب كوره عليك هنا في مصر، جاي يكسبك هنا في مصر، والدليل ان هو اللي كان فاعل، هو اللي تقدم عليك، وانت ربنا كرمك اتعادلت وجبت التاني، امن بقى، نزل حمدي فتحي في نص الملعب. هو بيحبش يأمن. طيب بس اشرح لنا ده بقى في الحاجة. ده وصله لايه؟ وصله ان هو الراجل رايح يلاعب سان داونز، من اصغر مشجع في النادي الاهلي عارف وخايف من سان داونز هناك، لان دي فرقه بتلعب كوره هجوميه ما بيهمهاش اسم المنافس ايا كان اسمه، انا هلعب كوره يعني هلعب كوره. في مباريات يا هيما، ولازم هنا بتكلم على دور الجهاز المعاون، لازم يتدخل ويديله نصيحه، يقول له ان في بعض المباريات في افريقيا تستلزم ان انت تلعب جيم مقفول. وزيزو ذكر ان مباراة الخمسة اللي كانت مع لاسارتي الأهلي خسر فيها 5 لأنه لعب جيم مفتوح. اللي بعد كده ريني فايلر قفل الجيمين، وصل اللي هو عاوزه، كسب موسيماني لما كان ماسك سان داونز. موسيماني جه الأهلي وهو ماسك الأهلي، لعب جيمين مقفولين قدام سان داونز، قدر إن هو يتفوق عليهم. بعد كده لما حب يلعب جيمين مفتوحين في دور المجموعات خسر هنا وهناك 1-0 1-0. فإذا في بعض المباريات لازم تلعب فيها جيم مقفول، عايز حتى تلعب لو انت جيم مفتوح. زيزو اتفضل. عايز تلعب جيم مفتوح ارجع لرقم واحد، ملف رقم واحد. ايه بقى؟ اعمل الحاجات اللي احنا قلناها دي الاول. يعني خلي الكواليتي بتاعت جوده لاعبيك بالقماشه بتاعت اللعيبه بالمدربين زي ما قلنا كده. عملت الست حاجات دول، عملت الست اقسام دول، طلعت احسن ناشئ واحسن لاعب معار واحسن لاعب، ساعتها العب كوره مفتوحه قدام الناس كلها. طيب يلا خش على الحالات. اتفضل. ادخل على الحالات. ندخل على حتى هبدا بضربات ركنيه هنا، لان في حاجه في المباراه حصلت انا مش لاقي لها اي تفسير، لدرجه ان انا رجعت للمباراه دي. اول ضربه ركنيه كانت جبتها لك في مباراه سان داونز، الكروس بيتعمل، عارف مين اللي ماسك بوز الست ياردات اللي هو يعتبر لازم يكون فيه واقف واحد من طويل. افضل الناس اللي بتلعب براسها علي معلول اللي ملوش في ضربات الراس خالص. طيب العب كده، بص علي معلول علامه مميزه انه بيربط ايده الشمال برابط. خلاص هو اللي واقف على بوز الست ياردات اللي بعديها يا شباب، هو اللي بيطلع براسه. علي معلول ما بيجيتش ضربات الراس، والدليل على كده ايه؟ ما بص طلع الكره فين؟ على الارض في العمق. يعني لو بيمرن واحد على التسديد مش هيديها له كده. الراجل جه استلمها قطع قبل تاو اعتقد، والكره عاليت. ده طبعا الجول الاول اتلمست لورا، الراجل ما كانش تسلل. الجول الثاني عفوا، مظبوط. الراجل الناس كانت واقفه على انها تسلل، الكره ما كانتش تسلل واتحطت الجول الثاني لسان داونز. هل تعلم ان سان داونز عنده مدرب للضربات الثابته؟ مظبوط. الكره اللي بعديها دي يا هيما في ده الكورنر الثاني، بص مين اللي واقف نفس الوقفه معلول برضه في الدقيقه في رقم 21. من حسن الحظ ان لا الكورنر ده ما اتلعبش. يعني يا عم تامر ما اتلعبش؟ الراجل قام مصفر كولينج بريك، قام لمم الفرقه، الفرقتين شربوا ورجعوا. بص كده لما رجعوا
لا الصوره اللي قبليها، لان الشناوي كان بيزقه. ايوه الشناوي بيزق علي معلول، قال له لا خلاص بقى سيب الوقفه دي لحمدي فتحي لواحد مميز في ضربات الراس، وتعالى انت امسك الراجل اللي بيحاول يرخم عليا عشان ما اطلعش على الكرات العرضيه. فبدا يزق علي معلول على الراجل اللي جوه الست ياردات، ووقف حمدي فتحي هو اللي على بوز الست ياردات او القايم القريب اللي هو لازم يكون واقف عنده واحد من المميزين في ضربات الراس، وامشي اللي بعديها اتلعبت. طيب ايه اللي يخلي انا رجعت المباراه لا هقف بقى يا شباب وشادي بيطلع الكوره دي؟ طب انا قلت يمكن دي حاجه بتحصل بقى لها فتره وانا مش واخد بالي، لقيت ان بص علي معلول ماسك القايم البعيد وايده الشمال مربوطه. أيوة. واللي بيطلع الكوره على القايم القريب زي ما اتفقنا واحد لازم يكون مميز في ضربات الراس، اذا هو شادي حسين اللي كان مميز في ضربات الراس وطلع الكوره دي. اللي بعده مش ده اخر مباراه قبل سان داونز بثلاث اربع ايام، الكورنر اللي بعديه بص علي معلول فين؟ هو اللي رايح للكوره، مش مشترك فيها خالص، اهو هيقوم عاملها في ظهر المدافعين، ماسك القايم البعيد، حتى لما جه مسك هنا هنا الشناوي مسكه القايم القريب يعني على الجول لاين. طيب اذا حتى كمان التعامل في الضربات الثابته لم كان سيء جدا. فما فهمتش ايه مبرر او تفسير وجود علي معلول في حته زي دي. ماشي، زيزو اتفضل. احنا اتفقنا، انا مش جاي لا اتكلم عن موسيماني ولا، وقلنا لو بتريح وكل الجمل ياها دي خلصناها فمش هتكلم فيها تاني، بس هو ببساطه يعني الجمهور نفسه يشوف في نسخه استثنائيه للاهلي. عايز نسخه استثنائيه فانت محتاج تشتغل على الملف اللي احنا اتفقنا عليه عشان تطلع نسخه استثنائيه. يبقى احنا متفقين على عده نقاط. النقطه الاولانيه ان هي دي القماشه اللي موجوده في مصر كلها في الوقت الحالي، وان اللي هيعمل بالشكل ان هو يلعب جيم مفتوح في ماتشات معينه قدام خصوم الجوده بتاعتها اعلى هيزعل طبعا، وعليك ان تحترم ما لديك من امكانيات، ووفقا للامكانيات دي ممكن توصلك بعيد بس في التوظيف، لان عايز تلعب جيم مفتوح، عايز تلعب كره مفتوحه، عايز تعمل كذا زي ما تامر ما بيقول وزي ما انت ما بتقول، نفذ بقى الحاجات اللي نفذ الحاجات اللي اتفقنا عليها. لان حاليا اللاعب بتاع حضرتك هو بيتدرب تحت ايد مدرب في قطاع الناشئين مش معاه رخصه، مش بياخد علم كافي، على ملاعب مش احسن حاجه، في مدرجات فاضيه مستني منه يطلع يكون مميز في ايه. فنصبر على اللعيبه ونلعب بالطريقه دي ونروح نطور مدربنا وسهله والله. ماشي. سهله حلو، لان ده ينقلنا بقى للنقطه الثانيه، ان المشكله عند كولر ولا هي بس مشكله الاداره؟ احنا هنا فسرنا ليه الاداره بالنسبه لي كانت تقدر تعمل نسخه استثنائيه وهي اقرب حد تعمل نسخه استثنائيه. ماشي، وما عملتش. ماشي، فاوكي، فدي حاجه. جمهور الاهلي يحلم بنسخه مانويل جوزيه، فلنصنع لاعبين ومدربين بجوده جوزيه، فده طريقه. الطريقه الثانيه بقى ان احنا نشتغل تكتيكيا، حلو، ان احنا نشوف المباريات تكتيكيا. كولر يتحمل المسؤوليه ولا لا يتحمل المسؤوليه؟ ده كان السؤال الثاني. يتحمل المسؤوليه. احنا حملنا الاداره، بس ده لا ينفي ان كولر يتحمل المسؤوليه بتاعه المباراه فنيا. ليه؟ هو كان عنده التكتيك، عنده فكره عايز ينفذها وباظت منه تماما، وكانت سبب من الاسباب في ان الاهلي يستقبل هدف واثنين وثلاثه اللي هي زيزو. تعالى نتفرج يلا دلوقتي. هنمشي بسرعه كده، نتكلم على توسيع مساحه اللعب على حاجات كتير والله يا تامر. يلا بينا. يعني مبدئيا كده تعالى نتفرج على الجول الاول، بس انا عايز الحالات بتاعت بيرسي تاو ممكن اللي هي الفولدر الاولاني يا بابلي بعد اذنك. ايوه الفكره بتاعت الراجل، انا فضلت حيران يا ابراهيم طول الشوط او طول الفرجه الاولانيه على الماتش، هو بيرسي تاو ما بيدافعش، هو انت بتلعب ناقص اتنين في الواجبات الدفاعيه ليه؟ هو الراجل عايز يلعب جيم فيه مرتدات، فعايز يوفر بيرسي تاو قدام ويطلب منه ما يدافعش عشان الجون ده، عشان اول ما تستلم الكوره تنقل على الراجل اللي ضعيف فيهم في الدفاع، وبيرسي تاو يبقى رايح عليه موقف واحد على واحد. حلو، فعشان نخلق الموقف ده لبيرسي تاو طلبنا من بيرسي تاو انه ما يدافعش، وابتدينا نشوف طريقه ثانيه ندافع بيها نيابه عن بيرسي تاو. دي كانت الفكره الاساسيه بتاعه مارسيل كولر. حلو الكلام. تعال بقى نروح للاهلي بقى نفسه. فبيرسي تاو جاب جون وهي ماشي. الفكره هي دي الحدوته. ماشي. تعال نتفرج الراجل اللي جاب الجون الاولاني في الاهلي جاي منين. جاي من اخر الملعب جنب صلاح سالم. بالظبط كده، دايما جاي من العمق. بالظبط، هربان من الجنب داخل للقلب، القندوسي مش شايفه، بيرسي تاو بعيد، في سته لعيبه من الاهلي في الحاله الدفاعيه والباقي اربعه كاملين ورا الكوره. تبص تلاقي علي معلول بعيد قوي عن الراجل ده، الجناح ضامم للقلب، فالمفروض يكون مع علي معلول.
او مع القندوسي لو القندوسي بيلعب ارتكاز، فلما ما لعبش جنب القندوسي فهمت ان هو مش بتاع القندوسي، القندوسي مش ارتكاز، يبقى هو بتاع علي معلول، فبالتالي دخل الجون. طيب بعد ما دخل الجون قام علي معلول رايح، طب بص الزمن اللي واخده اللاعب، استلم ووقف ولف. بص عشان نشرح المساله بتبسيط للناس، الراجل كولر عايز يضغط على الاثنين قلوب الدفاع اللي بتطلع الكره كويس، فحاطط بيرسي تاو مش ملعبه وينج بقى، لعبه في القلب اهو جنب محمد شريف، وواحد ثالث بيضغط اللي هو القندوسي، وسايب الراجل الباك ليفت فاضي، ومخلي محمد هاني اللي بيدافع فوق وطاهر اللي بيدافع تحت. حلو الكلام. الفكره ان احنا نفضي الراجل الباك ليفت يستلم الكوره، محمد هاني يطير وراه، فاحنا بنحاول نوجههم ان هو يعملوا ده عشان يفضل بيرسي تاو متحرر، نقطع الكوره بيرسي تاو يبقى رايح على الجول. مفهوم. دي الفكره اللي هو عايز يروح الجبهه دي. فهو عشان كده مش حاطط بيرسي تاو كراجل، ويعني قال عامل له فخ ناحيه الشمال ان هو مفضيله، يعني هو روح العب هناك، عنده فكره هجوميه عايز ينفذها. طيب الفكره الهجوميه دي زي ما قلنا كده حصل ان الجول دخل فيك بسبب ان اللعيب واقف بعيد عن معلول، اما معلول رايح له، رايح لمارسيل كولر، وده يشيل كولر بالنسبه لي جزء كبير، عدم الجاهزيه للمواقف. بعد الجون ما دخل معلول رايح وقال له احنا ثلاثه، ايوه، فقام مارسيل كولر مشاور لحمدي فتحي وقال له عايزين نلعب ثلاثه ورا، ثلاثه وحمدي انت اللي بالنص بينهم، تعالى نتفرج على 10 دقائق بالظبط يا زلمه، بالظبط كده لعبها 10 دقائق، لعبها 10 دقائق، حمدي فتحي اهو واقف ايه قلب دفاع في بيته، فاحنا فهمنا ان غير الطريقه علشان هو حس علي معلول ان اللعيب ده بيتصرصر بعيد عنه، فاديني واحد تاني يحميني عشان اطلع. حلو. شغل اللعب، الراجل نفس الحته اللي المفروض بيرسي تاو هو مجهز نفسه هناك عشان لما تقطع الكره يطلع يجري. ايوه. ما اتقطعتش، فطالما ما اتقطعتش الراجل قام مستلم في المساحه وعامل الكوره واخد منها كورنر اللي جه منه الجول. جه منها الجول. قام الراجل مطلع الورقه والقلم وقام كاتب ومشاور لحمدي فتحي قال له اطلع قدام تاني. اطلع قدام تاني. حلو. فلما طلع قدام تاني بص بقى طلع قدام لحد فين؟ علي معلول راح له شاور له واتكلم معاه، فبص حمدي فتحي اللقطه الجايه فين؟ واتكلم مع سامي قمصان، حمدي فتحي قدام هو اللي بيضغط. يا اخي هو حمدي فتحي ده هو السنتر باك الخامس ولا هو الراجل اللي هيقطع الكره من قدام؟ ده ظهره بقى ظهر مفهوم 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 مفهوم. جت الكوره 2-1 وانا افترضت جدلا ان الراجل هيلم فرقته عشان بس ما تتبعترش، فلقيت في اتنين بره الكوره، بيرسي تاو ومحمد شريف بره الملعب. انت عايز تهاجم انا فاهم، بس 2-1 والفرقه مش شايفه في الملعب، وانت نفسك متلخبط، ابتديت بطريقه وبعدين غيرتها وبعدين غيرتها تالت، فاهم؟ وحمدي فتحي خد واخد تلات ادوار في الملعب غير بعض خالص، فكانت النتيجه ان بص الراجل بيشوط في مسافه قد ايه، لان بيرسي تاو مش في الحته دي. غير كده كمان يا زيزو، يعني لو رجعوا للفريم يا هيما اللي بيشوط فيه الراجل، بص الراجل اصلا في ثلاثه احمر اللي هم على نفس خط الحكم، لا وهم خلاص في واحد في ظهرهم وعند قوس ال 18 فاضي، ده ما يقدرش علي معلول يطلع يمسكه لان قدام علي معلول اتنين اصفر، فاهم؟ يعني 24 محمد عبد المنعم وعلي معلول اتنين اصفر ما بينهم، وياسر ماسك الراجل اللي في ظهر هاني، التلاته بتوع نص الملعب واقفين عينيهم على الاتجاه اللي فيه الكوره، وفي واحد عند قوس ال 18 فاضي، فمباراه كارثيه بكل المقاييس. بس قصدي شايف اللخبطه، لا وخد بالك بقى الراجل بقى ما عملش ولا حاجه من الحاجات دي كلها، يعني هو ما اختارش اي اختيار من هو شاط، هو شاط طبعا فجول. اللي انا بس عايز اقوله انك لما تتفرج على الماتش تاني وتشوف مارسيل كولر غير رايه كام مره في الشوط يبين لك ان في حاجه غلط كبيره كبيره في السيستم، صحيح، كبيره في المذاكره، لان مش المفترض ان المساله تبقى، بس هو كل دماغه انه عايز يحافظ على تركه واحده ان بيرسي تاو ما يهاجمش، يبقى ما يدافعش، يبقى نرجع للنقطه اللي كان بيتكلم فيها تامر، اصرار كولر طول الوقت على انه يلعب جيم مفتوح، وده مش ظابط مع لا مع الخصم اللي انت بتلعبه ولا مع ده، يحمله المسؤوليه بس هو يرجعك مره، ده يحمله المسؤوليه طبعا، طبعا للمعضله بتاعه اصل ما انت ماشي موسيماني علشان الراجل بيدافع، فانت جايب واحد عشان المفروض بقى يجاري على أنا فكره بقى مش هي. انا عندي اسئله كتير عشان انا اتمررت من الموضوع ده لما كنا بنيجي نقول على موسيماني، ويمكن البرنامج ده تحديدا والقعده دي تحديدا اكتر ناس كنا بنتكلم على موسيماني وايجابيات ما قدمه للاهلي، يعني
لما كنا الناس انت تيجي تقول شخصيه الاهلي وموسيماني عمل والمرونه التكتيكيه والتغيير وبتاع، ما كانش بيعجب الناس، تقول دفع عن موسيماني ده طمس هويه النادي الاهلي. بالظبط كده. دلوقتي الناس اللي كانت بتهاجمنا وتنتقد فكره ان انت بتقول انه موسيماني كان المرونه التكتيكيه دي كانت خلقه له افضليه جوه القاره، دلوقتي هي الناس تقول الله يمسيك بالخير يا موس. شفت بقى موس كان ذكي ازاي لما راح صن داونز لعب بطريقه وقفل. انت ازاي يا ابني بالفريق ده قدرت تكسب اتنين وانت مش يا جماعه ما هي الكوره اصلها برضو ما هاش مش كل حاجه بالعافيه ومش كل حاجه فتحه صدر. يعني الراجل واضح انه على درايه بالمجموعه اللي كانت موجوده، وبالتالي الراجل جاب بيهم اتنين افريقيا وما عجبش. انا في المكان ده قلت لهم هيجي يوم من الايام الناس هتيجي تقول هو موسيماني مشي ليه؟ الناس هتسال بعضها، هتنسى بقى شويه حاجات بتاعت صور ما كانش بيمر نودي، صور ما كانش بيعمل مش عارف كذا. ممكن اقول لك عشان واقفه هنا بس عشان اتعمل عليه حمله. اتعمل عليه حمله لتشويه سمعه الراجل. اصله دمر الفرقه بدنيا. صح؟ مش دي كانت اول؟ ايوه. طيب اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع ايه؟ عائل. طيب حلو قوي. اخر مباراه لموسيماني يا هيما والشباب يحاولوا يجيبوه لنا من الموسم اللي فات. امبي؟ يا سلام عليك. اخر دقيقة. مش هو دمر الفرقة بدنيا؟ طب تعال نشوف الراجل اللي دمر الفرقة بدنيا. الراجل اللي دمر الفرقة بدنيا ده اخر مباراة محلية ادارها كانت مباراة امبي. امبي تقدم اعتقد بجول مصطفى شلبي. حلو؟ المباراة دي كانت بتاريخ يا 24 يا 25 مايو قبل مباراة الوداد بحوالي 5 أو 6 أيام. تعالى كده ما تقول لي الفرقه المنهاره بدنيا دي بتتعادل في الدقيقه كام وبتكسب في الدقيقه كام ومين اللي بيجيب الجولين؟ علي معلول من عرضيه مع الشحات اللي كان بيلعب باك يمين. معلول. فرقه الاهلي بتتعادل في الدقيقه. يا سلام على الاخراج. ده مصطفى شلبي هو اللي كان جاب الجول؟ لا ده بيومي هو اللي جاب اللقطه. هو اللي جاب الجول. بص كده حضرتك. بص كده بقى استنى لا ارجع كام واحد يا بيومي وريني كده تيم الاهلي كام واحد في الحاله الدفاعيه بس اقف على الفريم ده عد لي كده كام واحد في الاهلي في الحاله الهجوميه الفرقه المنهاره بدنيا كام واحد كده في الحاله في الكادر ده باين احمر ادي 8 كمل حسين الشحات بص الباك ليفت وصل لحد فين اصل الفرقه منهاره بدنيا ادي اول ده جول التعادل في الدقيقة 92 طب والمكسب في الدقيقة 96 الباك ليفت اللي هو واحد من اعلى معدلات الجري في النادي الاهلي بيجيب سنة. الجول من على بوز الست ياردات بص سنة. ادي رجله على خط الستة حط جول المكسب اصله دمر الفرقة بدنيا طيب ده كلام عظيم نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل ما عندكش سؤال عايز تطرحه للناس من ضمن الاسئله علشان نبقى لما نرجع طلعوا لنا يا جماعه تاني سؤال طلعوا لنا سؤال يا جماعه قبل ما نروح لفاصل معلش انا اسف رقصتكم انا اسف طلعوا لنا سؤال انتوا لميتوا الجرافيك هم طلعوا فاصل المسؤوليه عند الاداره والاداره بريئه دي ده جاوبنا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هل عدم هو ده هل عدم ضم مهاجم السبب ام مواسم الانتقالات السبب ده سؤال عظيم جدا جدا هيجاوبوا لنا عليه بس بعد الفاصل خليكم